اصرار مصر على الحل العادل كان معناه بشكل واضح انه وانا سالت امبارح قلت حتى في ناس تركيا رايحه تعمل ايه؟ انا امبارح ببساطه سالت وقعدت اصرخ واقول تركيا ليس لها لا ناقه ولا جمل في ليبيا، ما هو المبرر لوجود تركيا في ليبيا؟ ما هو المبرر؟ لا في مبرر جغرافي ولا في مبرر تاريخي ولا في مبرر إنساني ولا في مبرر أخلاقي لوجود تركيا في المشهد الليبي ليه؟ لماذا يذهب وزير الدفاع التركي إلى ليبيا؟ ليه؟ علامة استفهام لماذا يذهب رئيس المجلس الانتقالي المجلس الرئاسي فايز استراجي كان قدامنا في الصورة هاتوا يا شباب إلى, إلى تركيا قبل انعقاد المؤتمر بساعات ليه؟ ده حاجة مثيرة للدهشة والريبة أهو فايز